الحركة هي أساس الطاقة. لازم يحصل حركة عشان تحصل نتيجة. يعني مثلا لو حد معجب بيكي أو لو أنا يعني معجب بيكي عشان المثالي بقى أقرب، أنت مش هتعرفي حاجة غير لو أنا خدت حركة. ولو أنا خدت حركة النتيجة هتكون إن أنت أخدتي بالك، صح؟ بس كون إن أنت أخدتي بالك ده مش كفاية، عشان دي مش النتيجة المطلوبة. النتيجة المطلوبة إن أنا كمان أخد فعل، يا بالموافقة يا بالرفض، يعني رد فعل. بالظبط، برافو، صح، عشان نوصل لأفضل نتيجة. بس أنا خلصت. فهمت إيه؟ فهمت إن أنت معجب بيا.